هاي نحن لبسنا وحضرنا كل شي، شو رح نعمل؟ شو أكتر شي بتحبه أمي؟ كيك بالتفاح؟ بس من هلأ رح قلكن أمي ما رح تقتنع بهالسهولة. أنتي اللي مانك مقتنعة نازلي، فيكي توثقي فيني. نحن باللي عم نعمله هلأ، قصدي كيك التفاح، وبمساعدة أختنا الصغيرة ما في باب ما بنفتحه. أنتي بتعرفي تعملي؟ لا، وأنا شو بيعرفني؟ لك سيرين علاقتك بالأكل مثل علاقتك بمادة الرياضيات والعلوم، علاماتك صفر. نازلي منتنقل الطريقة من مجلات الطبخ، وإذا ما في مندور على الإنترنت المهم نعملها. هلأ أول شي منبرش التفاح لحاله، وبعدين منطبخه مع السكر ليغلي ومنشيله. ماشي. سيرين، شو عم تساوي؟ عم أبرشه. بالأول لازم تقشري التفاح. أنتي غسلتيهم قبل؟ شو هالحكي؟ هاتي لقشرهم، هاتي. هبلة. مرحبا يا بنات. أهلين. أهلين علي. منيح إجيت. بتساعدني علي؟ لأنه هدول ما عم يساعدوني، يعني بيساعدوني وبيطلعوا لي عيوني. ليش شو عم تساوي أنت؟ هاد كيك عم بعمله لأمي. شو هالحكي؟ أي ماشي، أنا بساعدك. ليك علي، بتعرف شغلة؟ الله بعتك نجدة إلنا، لأنه نحن رح نهرب. معلش نروح؟ لك قديش أنتو التنتين غلاص؟ على الأقل خلونا ناخد سيلفي قبل، لحتى أمي تقتنع أنه عملنا سوا. أنا قشرت التفاح وما ضل شي لساعد فيه. وبعدين الزلمة قال لي إنه هو شافني وأنا عم بتخانق مع الشاب الحلو الأشقراني. شو رأيك علي؟ وبعدين تجر العرض وقال لي بدي إياكي بشغل، مو خبر قنبلة علي؟ بلا قنبلة. مو متضايق ما هيك؟ بس كأنك مزعوج. قلي ليش انت هيك؟ ليش شو بني انا؟ يعني كأنك بدك تقول شي بس مخبيه بقلبك. لك انا كيف فيني انزعج وانت بهالحالة هيئة؟ يعني عم تمد ايدك من بعيد مشان ما تقرب؟ ما شو قصدي، هاي الكيك اللي عم بعمله. هي كيك هذا يا بنت. شو صاير عم تحلل الحكي؟ لا. لا بس انا رح علمك كيف بينعمل الكيك. قلادة مسخر، اول مره بعمله. ومشان هيك رح نبلش بالكيك من اوله. كيف يعني؟ تعرف تعمله؟ لا ما بصدق. هلا بتعملي كل اللي بقول عليه بالحرف الواحد. حلو، معناتها انت بلش بما انا ارتاح. والله عجبتني كتير. ايه، وبشو بتأمري؟ لا انا رح اشرح لك وانت بتشتغلي. طيب ماشي، وكيف رح بلش؟ بدي كم بوسه لاتذكر الوصفه. يلا لك علوش. طيب اعملي من المجله. لا ما تتولدان. تعرف انك صاير قليل ادب. بوسي. هو 4 بوسات. يلا لكان، خلينا نبلش بالتنظيف. شو هاد منظره بيفتح النفس يا بنات. لك انا عملته. وانا متاكده انه انت يلي عملتي. قصدك انه علي اللي عمله نازلي؟ لا، علي انت عملته. بس قدمت استشاره بسيطه مو اكتر من هيك. انجي خانو، تعرفي وين امي وعمو فاروق؟ لا والله صراحه ما بعرف وين. دقيت له ما ردت علي. أنا حكيت مع أمكن على الموبايل كمان، وقالت أول ما يرجعوا دغري رح يعطونا خبر. إيه ممتاز هالحكي. يا بنت خير، أنت لشو عم تخططي سيرين؟ لا ما عم خطط لشي، حبيت فاجأة بالكيك اللي عملته. كذابة كذابة.
فاروق بيك ومدام توصلوا. اي يلا هولي. عم اهلك لتقلبي؟ امي تتا تا تام كيك بالتفاح سيرين عملته ونحن ساعدناها بس. طيب امي انتي فيكي شي؟